بمناسبة الذكرى 12 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، تنظم جمعية أهل أصيلة للمديح والسماع بدعم من الجماعة الحضرية لأصيلة الملتقى الوطني الثامن للمديح والسماع، وذلك من 22 إلى 24 من مايو الجاري. تنظم جمعية أهل أصيلة للمديح والسماع هذه الدورة بمناسبة ذكرى 12 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن. هذه الدورة نريد فيها أن نسلط الضوء على المديح والسماع من خلال الدور الإيجابي الذي يقوم به في تربية الجيل الناشئ، ثم نريد إبراز دور الزاوية المغربية في تلقين مبادئ الإسلام ومبادئ المذهب المالكي المعتدل. ثم هذه الدورة سننظم مائدة مستديرة حتى نعطيها طابعا أكاديميا محضا، من خلال إبراز جوانب المديح والسماع المغربي ودوره في الشخصية الإنسانية المغربية. وهذه السنة سنكرم بحول الله وقوته شخصية لها صيت واسع، فنان نحرير، عازف ماهر، أستاذ عبد الرحيم الخمسي من مكناس، له بصمة إيجابية على الجمعية. وكذلك نريد أن نوضح للجمهور مدى تعلق الشباب بهذا الفن وهذه الصحوة الفنية التي تعرفها الساحة الفنية بالمغرب في ميدان المديح والسماع. نحاول من خلال هذا الملتقى أن نعطي رسالة للجيل الجديد لابد أن يعود إلى هويته، إلى تراثه، إلى أصوله، لأنه لا يمكن أن يتقدم في المستقبل بالانقطاع عن الماضي. وماضي المغربي والتراث المغربي زاخر ومليء بقضايا كبرى وبمفاهيم وبإنتاجات وإبداعات غنية قد تغني الشباب عن الارتماء نحو اتجاهات فنية أخرى. عرفت هذه الدورة مشاركة فرق سماعية محلية ووطنية وأيضا تكريم عبد الرحيم الخميسي. هذا المهرجان يؤكد منظميه على سعيهم من خلاله على ترسيخ قيم إنسانية روحية ودينية سامية. الملتقى أصيل الوطني هذه السنة يقص شريطه الثامن بمجموعة إنشادية وفرق سماعية ذات صيت وطني لها باع طويل في هذا الميدان. نراهن على هذا الملتقى أن يبقى قاطرة مستقبلية لكي يكون للأجيال الصاعدة تاريخ، ويكون الأجيال الصاعدة تراكم لهذا الفن. يعني نحاول من خلاله أن نبصم على هذا الملتقى ليظل استمراريته لسنوات طويلة، ونحافظ عليه ماسونا مناقحا للأجيال الصاعدة.